احنا شركة سويسرية اتأسسنا في العالم من 1911، عندنا 70 فرع في العالم كله و42 مصنع في مصر. هنا هو فرع من فروع الشركة اللي في سويسرا، بننتج بمصنع مصر الأحواض الاستانلس والبانيوهات الصاج. احنا بننتج المنتجات دي، بنبيعها في السوق المحلي عن طريق شبكة التجار بتوعنا، بنصدر لتقريبا 12 دولة خارج مصر، في دول في أوروبا زي رومانيا وتركيا وأسبانيا واليونان، وفي دول في أفريقيا زي كينيا وترينداد وأوغندا. حاليا احنا لسه منزلين حوضين جداد السنة دي، السنة اللي فاتت 2018. ده الحوض الأوندا، ده كان حوض بتصنع في إيطاليا، احنا جبنا المكبس بتاعه من إيطاليا وصنعناه هنا في مصر بالكامل، وابتدينا نبيعه للسوق المحلي والسوق التصدير كمان. ده بيبقى 60 سنتي حلة واحدة، وده بقى 86 سنتي حلتين. الحالة دي ب 400 جنيه، دي بتبقى حالة عرضها 37 سنتي. دي ماتيريال جديدة ابتدينا ننزلها السنة دي في المنتجات بتاعتنا، اسمها لينن، بتبقى واخدة شكل محبب شوية عن الاستانلس الطبيعي، بتدي شكل مختلف للحوض. ده بيبقى ثمنه 1800 جنيه.